السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ نتكلم عن الديزاين لحاجة اسمها الـ NPAS أو الـ Network Policies Access Server. الحقيقة أن الموضوع ده هوت مش جديد، احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، ولكن هنبدأ نشوف الديزاين بتاعه بيتعمل ازاي. الـ NPAS أو الـ Network Policy Access Server هو عبارة عن الرول اللي بنبدأ نحطها على السيرفر علشان تبدأ تتحكم في عملية الكونكشنز بتاعة الكلاينت من خارج السيرفر. يعني مثلا لما تحب تعمل VPN او تحب ان انت تكونكت على السيرفر من الخارج بأي وسيلة، فاللي بيبدأ يتحكم في الموضوع ده هو الرول بتاعة الانباس دي. لو جينا نبص كده شوية على الموضوع بتاع النهاردة، هنلاقي ان الـ NPAS او Network Policy Access Service بتبدأ to provide الـ service علشان نقدر نعمل configuration Network Access للان والريموت كلاينت. طبعا اللان اللي هم الناس اللي موجودين جوه الـ Network بتاعتنا، والريموت كلاينت اللي هم الناس اللي بيكونكتوا طبعا على اللان بتاعتنا دي من بره، او على الدومين يعني بصفة عامة بتاعنا من الخارج. الـ NPAS دي موجود جواها أربع حاجات. الأربع حاجات كل جزء فيهم بيبدأ يتحكم في شيء معين، أو من خلاله بنقدر نعمل configuration لعملية الكونكشن اللي بتتم ما بين الكلاينت اللي بره النتورك أو اللي جوه النتورك والريموت سيرفر اللي هو بيبدأ يعمل له عملية الريموت. أول حاجة موجودة هي النتورك بوليسي سيرفر او الـ NPAS. يفضل بشدة يا جماعة قبل ما نكمل الفيديو ده ان انتوا تراجعوا بس الحلقة اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في الـ 70642 عن الـ VPN والـ NPAS. الحلقة دي تقريبا كانت الحلقة الرابعة الجزء الثالث او الجزء الثالث من الحلقة الرابعة، حاجة زي كده يعني، هي حلقات في الاول. فيفضل بشدة ان انتوا بس تعملوا ريفيو عليها بسرعة كده علشان عملية الشرح للكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده ما يبقاش حاجة غريبة او ما تبقوش مستغربينه شوية. الـ NPAS زي ما قلنا هو عبارة عن رول سيرفيس من الرول اللي اسمها الـ Network Policy Access Server. والـ NPAS الحقيقة جواها شوية حاجات كتير كده، جواها حاجة اسمها Radius Server. يعني احنا بنبدأ نحط الـ NPAS لو احنا عايزين دي رول سيرفر، سوري رول سيرفيس موجودة جوه الـ NPAS. فانت طبعا لما بتيجي تعمل انستليشن لرول جديدة بتبدأ تختار الرول سيرفيس اللي انت عايز تحطها تتبع هذه الرول. فلو احنا عايزين نعمل راديوس سيرفر، وهنقوم قايلين كمان شوية عن ايه الراديوس سيرفر، فبنبدأ نقوم حاطين الـ NPAS. لو عايزين نعمل هيلث بوليسي علشان نستخدمها مع الناب اللي هي Network Access Protection، فبنبدأ ان احنا نحط برضو الـ NPAS. يعني احنا بنبدأ نعمل installation للـ NPAS لو احنا عايزين نعمل الحاجة دي او الحاجة دي. طيب ايه هو الـ Radius Server؟ الحقيقة ان الـ Radius Server هو عبارة عن جهاز بنبدأ نخصصه علشان يعمل عملية centralization او مركزية في ادارة البوليسي اللي هتبدأ، او ادارة القوانين والشروط واللوائح اللي احنا هنطبقها على الناس اللي جاية عايزة تعمل عملية ريموت. طيب الناس دي، يعني لو احنا عندنا ناس من بره كتير عايزين يعملوا ريموت، فبالتالي مش هيعملوا ريموت على مكنة واحدة، ممكن نكون عاملين اكتر من مكنة علشان يتعمل عليها الريموت. وعلى فكرة المكن اللي بيتعمل عليه الريموت او بيتعمل عليه الكونكشن VPN او دايل اب بنسميه راس، وهنقولها كمان شوية، ولكن خلينا دلوقتي نتكلم ان انت عندك في النتورك بتاعتك في يوزرز كتير جدا، فلما بيعملوا كونكشن VPN على السيرفر بتاعك فانت عندك اكتر من مكنة بيتعمل عليها الكونكشن. فالاكتر من مكنة دول بقى مين اللي بيسنترلايز او بيعمل مركزية في ادارة البوليسز اللي هتتحط على الناس اللي هي جاية تكونكت عن طريق VPN وخلافه. يعني اللي بيعمل الكلام ده هو الراديوس سيرفر. يعني الناس مش بتكونكت على الراديوس سيرفر نفسه، لا، الراديوس سيرفر ده مجرد ان هو بيعمل عملية administration للبوليسز اللي بتبدأ تتحط على مجموعة الاجهزة اللي انت هتخليها متاحة لليوزر ان هو يعمل عليها VPN بتاعته. طبعا الاجهزة اللي بيتعمل عليها VPN دي بيكون نازل عليها حاجة اسمها
الـ RAS. لكن تعالوا كمان شوية يعني نسيب الـ RAS دلوقتي. طيب الـ Ready Server كمان بنستخدمه لو مش لو كان في اكتر من RAS او اكتر من سيرفر مخصصينه لان اليوزر يعني يعمل عليه VPN ودايل اب كونكشن بس، لا بنستخدمها كمان لو كان عندنا اكسس بوينتس. يعني لو انت اليوزرز هيكونكتوا على او هيعملوا كونكشن بس مش VPN، هيبقى وايرلس عن طريق اكسس بوينت معينه انت هتبدا تحطها، فاللي بيبدا يدير برضو البوليسز اللي هيتم تطبيقها على اليوزر اللي هيعمله كونكشن على السيرفر اللي انت مختاره ولكن عن طريق الاكسس بوينت دي، فبرضو بنبدا نعمل ريديوس سيرفر. يبقى الريديوس سيرفر مرخصا كده هو عباره عن السيرفر اللي بيبدا يعمل سنتراليزيشن للادمنستريشن بتاعه البوليسز اللي هتبدا تتطبق على الكلاينت اللي بيجوا يعملوا عمليه كونكشن عن طريق الفي بي ان او الدايل اب. كمان بنبدا نقوم حاطين الان بي اس او الرول سيرفيس بتاعه الان بي اس لو انت عايز تمانج الهيلث بوليسز اللي هيتم وضعها على النتورك اكسس بروتكشن. في لاب كنا عملناه في ال 70642 لما كنا بنعمل كونكشن وقمنا قايلين ان انت تقدر تخلي اليوزرز لما يكونكتوا بالنتورك بتاعتك يكون في حاجه اسمها الهيلث فاليديتور، فاكرين حاجه زي كده ان لازم اليوزر يكون مثلا الفاير وول بتاعه اكتيف ولازم يكون عامل ابديت ولازم يكون عنده انتي فايروس وهكذا. فانت علشان تقدر تمانج الهيلث بوليسز لازم تنزل الان بي اس علشان تقدر تمانج الهيلث بوليسز او القوانين الخاصه يعني بالحمايه في استخدامك للنتورك اكسس بروتكشن. احنا طبعا كنا من احد الاساليب اللي نستخدمها في النتورك اكسس بروتكشن هو تطبيق الهيلث فاليديتور، ان هو بيبقى فيه اختبار كده الجهاز لما بيجتازه بيقدر ان هو يستخدم النتورك بتاعتك وهكذا. طيب دي اول رول سيرفيس موجوده جوه ال NPAS او النتورك بوليسي اكسس سيرفيس. الاثنين رول دول احنا او الاثنين رول سيرفيس عرفنا لو احنا عايزين نشغلهم يبقى ايه هي الرول سيرفيس اللي هننزلها اللي هي ال NPAS. تاني حاجه طبعا موجوده عندنا هي الروتينج. يعني لما بتيجوا تنزلوا الرول زي ما هنشوف كده كمان شويه بيقول لي والله انت ممكن تنزل ال NPAS وممكن تنزل كمان حاجه اسمها الراوتنج. في ايه جوه الراوتنج ده؟ الراوتنج الحقيقه جواها حاجه اسمها النتورك ادرس ترانسليشن او النت، ودي السيرفيس العاديه خالص اللي بتعمل انت بيها راوتنج. يعني لو انت عايز تعمل راوتنج ما بين اتنين سب نت فبتبدا تنزل السيرفيس اللي اسمها الراوتنج علشان تقدر تستخدم البروتوكول بتاع النت. احد البروتوكولات الاخرى اللي بتستخدم في موضوع الراوتنج هو بروتوكول الريب او الراوتنج بروتوكول سبورت. ده علشان نبدا نعمل عمليه استخدام لبروتوكول الريب جوه اللان بتاعتنا. بروتوكول اخر هو للراوتنج. الحقيقه ان البروتوكول ده خاص بسيسكو ولكن يعني مايكروسوفت حطاه علشان تبقى سبورتنج للبروتوكولز لو انت بتستخدم هذا البروتوكول جوه النتورك بتاعتك. الرول سيرفيس الثالثه هي حاجه اسمها الريموت اكسس سيرفيس. والريموت اكسس سيرفيس دي احنا بنحطها لو احنا كنا عايزين نسبورت الدايل اب كونكشن او نسبورت الدايل اب كلاينت سوري او نعمل في بي ان. يعني الجهاز بقى اللي سيادتك ناوي تخليه هو اللي يتعمل عليه يعني الفي بي ان اللي احنا كنا قلنا من شويه كده عليه اسمه الراس او الريموت اكسس سيرفيس. فالراس او الريموت اكسس سيرفيس دي احنا بنبدا نحطها لو انت عايز الجهاز ده يكون يعني سبورت للكلاينت ان هم يعملوا عليه دايل اب او ان هم يكونكتوا عليه عن طريق الفي بي ان. يبقى لو رجعنا شويه كده احنا قلنا ان في حاجه اسمها ريديوس سيرفيس. معلش انا عايز بس اربط الموضوع ببعضه. الريديوس سيرفر ده هو عباره عن السيرفر اللي بيبدا يسنترلايز البوليسز اللي احنا هنحطها علشان تطبق على الكلاينت. انهي كلاينت؟ الكلاينت اللي هيكونكتو على مجموعه الار اي اس او الريموت اكسس سيرفرز. تمام. فالريموت اكسس سيرفيس دي بنبدا نحطها على اي سيرفر احنا عايزين يكون سبورت للفي بي ان او الدايل اب كونكشن. تمام.
رابع حاجة موجودة عندنا حاجة اسمها الـ HRA أو الـ Health Registration Authority. الحقيقة إن احنا بنستخدم الرول سيرفيس دي لو احنا عايزين نشغل البروتوكول بتاع الـ IPsec على الـ Network Access Protection. لو انت عامل Network Access Protection وعايز الناس لما تبدأ تكونكت يكونكتوا عن طريق الـ IPsec، فانت بتبدأ تنزل الـ HRA. وبيفضل ان السيرفر اللي بيكون عليه الـ HRA يكون subordinate لـ Certificate Authority. فاكرين بقى موضوع Certificate، لما بيبقى عندنا الـ Certificate والـ subordinate بتاعتها اللي بتبدأ تأساين مجموعة الـ Certificates للـ Client اللي بيكونوا عايزين الـ Certificates. آخر حاجة طبعا موجودة عندنا هي آخر Rule Service من الـ NPAS، هي الـ Host Credential Authorization Protocol أو الـ HCAP. الـ HCAP هو عبارة عن رول سيرفيس بننزلها لو أنت ناوي يكون عندك كلاينت هيكونكتو باستخدام الـ Network Access Protection، فلازم طبعا يتعمل Authentication من الـ Network Access Protection. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن لو الكلاينت دول هيبدأوا يكونكتو عن طريق الوايرلس او عن طريق سيسكو 802، ده البروتوكول طبعا الخاص بالوايرلس، فالكلاينت في الحاله دي مش هيبقوا في بي ان كلاينت، هيبقوا 802.1x كلاينت او السيسكو تريبل اي سيرفرز. يعني لو انت الكلاينت بتوعك بيبداوا يعملوا كونكت عن طريق الكونكشنز دي مش عن طريق يعني الفي بي ان، فانت محتاج ان انت تبدا تنزل هذا البروتوكول، لان هو ده اللي بيعمل اوثرايز او بيسمح للناس اللي بتكونكت بهذه البروتوكولز ان هي تكونكت عن طريق النتورك اكسس بروتكشن. يبقى ملخصا كده ان احنا لما بيكون عندنا كلاينت عايز يبدا يعمل كونكشن في بي ان او دايل اب، فلازم يكون في ار اي اس، لازم يكون السيرفيس بتاعت الار اي اس او الريموت اكسس سيرفر لازم يكون موجود، لان هو ده اللي بيسبورت الفي بي ان والدايل اب. وطبعا لما هيكونكت هيبقى فيه اوثنتيكيشن، وده طبعا بنحدد نوعه بنفسنا، نوع الاوثنتيكيشن، وبعد كده بنبدا نحدد الصلاحيات بتاعته او الاوثرايزيشن يعني. وده طبعا عمليه الاوثرايزيشن دي بتتحدد عن طريق مجموعه البوليسي اللي احنا بنطلق عليها النتورك بوليسي او الان بي اس يعني. وطبعا الصلاحيات بتاعه اليوزر او الاوثرايزيشن اللي بيبدا ياخدها اليوزر بتبقى متحدده طبعا تبعا للكونكشن اللي هو بيعمل منه الكونكت، ومدى تطبيق الشروط او البوليسيز اللي احنا حاطينها في الان بي اس عليه. لو جينا كده على السيرفر بتاعنا عشان نبدا نحط الرول دي، فلو عملنا اد رول كده هنلاقي عندنا الرول اللي اسمها Network Policy and Access Service اللي هي الـ NPS. لو قلنا له ان احنا عايزين نحط الرول دي هيبدأ يقوم جايب لنا بقى مجموعة الرول سيرفيس اللي موجودة فيها زي الـ NPS اللي احنا كنا اتكلمنا عنه، وعندنا طبعا الـ Routing والـ Remote Access، وعندنا كمان الـ HRA او الـ Health Registration Authority، وعندنا الـ Host Credential Authorization Protocol. وطبعا ده احنا هنستخدمه لو كان الكلاينت بتاعنا هيكونكتو باستخدام البروتوكول بتاع الـ CCAP. تمام، طيب احنا ممكن نستخدم الـ Network Policy Server ونحط الـ Routing والـ Health. طبعا لما بنعمل موضوع الـ Health Validator ده هوت بيبدأ يجيب شوية كومبوننت من الـ IIS. هنعمل انستليشن للرول سيرفيس دهيت كده. الانستليشن دي احنا كنا عملناها قبل كده برضو في الحلقة اللي فاتت، فاحنا هنعمل انستليشن بسرعة كده. الرول بتاعتنا مفروض ان هي نزلت. لو فتحنا كده الادمنستريشن هنبدأ نلاقي ان الراوتينج والـ NPS موجودة اهي، اللي بنكونفجر منها الناب والكلام ده كله اللي احنا كنا اتكلمنا عنه يعني مرة قبل كده. ولكن قبل ما نتكلم عن حاجة تانية محتاجين نعرف شوية كده عن ازاي نعمل ديزاين لموضوع الـ VPN. يعني لو انت عندك سيرفر منزل عليه الـ RAS او الـ Remote Access يعني علشان يكون سبورت لان الناس تكونكت عليه ويعملوا VPN والكلام ده كله، طيب الكلام ده مفروض ان انت بتعمله ازاي؟ بصوا كده، لو احنا
افترضنا ان انت عندك كلاينت، اللون ده مش هيبقى باين، معلش. لو افترضنا ان انت عندك كلاينت كده، فالكلاينت ده موجود في الاكسترنال نتورك، وطبعا في بقى الانترنت وهو قاعد في البيت وعايز يكونكت على السيرفر او على الار اي اس اللي انت عملته، اللي طبعا عليه او بيسبورت الفي بي ان، تمام. ده طبعا اسمه الار اي اس، او اللي عليه الرول سيرفيس اللي اسمها الار اي اس، اللي احنا بنحطها لو احنا عايزين نخلي السيرفر ده في بي ان او نكونفيجر الفي بي ان عليه يعني. فالمفروض ان الكلاينت ده هوت بيبدا يكونكت على السيرفر اللي عندك او على الانترنال نتورك. عندك هنا انترنال نتورك، تمام. فالكلاينت بيعمل ايه؟ اللي بيحصل ان هو بيبدا يقوم يعمل حاجه اسمها التانل، دي برضو مش حاجه اعتقد جديده يعني، بيعمل تانل بينه وبين الراس او الريموت اكسس سيرفر. والتانل دي الحقيقه بتتعامل باكتر من بروتوكول. ليه اساسا بنعمل تانل؟ بنعمل تانل لان الكلاينت الكونكشنز بتاعته هتمر في انتراستد نتورك، يعني في نتورك هنا ما هياش تراستد، فعلشان كده بنعمل اساسا الفي بي ان، وعشان كده بنعمل التانل. ففي بروتوكولات طبعا بتستخدم في عمل الفي بي ان. البروتوكولات دي زي البي تي بي اللي هم البروتوكولز دي، البوينت تو بوينت تانل بروتوكول او البي بي تي بي، وحاجه اسمها ال2 تي بي، وحاجه اسمها الاس اس تي بي. طيب ايه مميزات كل واحد فيهم وعيوبه؟ اول بروتوكول اللي هو البي بي تي بي ده هو عباره عن بروتوكول مايكروسوفت هي اللي عملته، يعني هو عباره عن مايكروسوفت بروتوكول، وهو سهل جدا في عمليه الانستليشن، وبيستخدم بورت تي سي بي رقم 1723 وبورت اي بي رقم 47. وعلشان كده المفروض ان احنا بنبدا نراعي الكلام ده في الفاير وول. انهي فاير وول؟ اصل المفروض ان يكون في ما بين الفي بي ان سيرفر وما بين الكلاينت يكون في فاير وول، يعني ما ينفعش ان انا اشتغل حاجه زي كده. ده في الديزاين وانت جاي تعمل امبلمنتيشن الكلام ده على ارض الواقع، ما ينفعش ان انت تقوم عامل في بي ان سيرفر كده ومنه للانترنت على طول. لازم يكون في قبليه فاير وول علشان يمانج مين يدخل ومين ما يدخلش، الناس اللي هتطلب بورت كام تدخل والناس اللي هتطلب بورت كام يتعمل لها بلوك وهكذا. فطبعا بنراعي ان احنا بنفتح الاثنين بورت دول في الفاير وول بتاعك. برضو بنبدا نتاكد ان البروتوكول بتاع النت يقدر يتولى هذا الامر، يعني بنبدا نعمل تشيك بس على موضوع النتنج ان هو شغال وما فيهوش اي مشكله، لان انت عندك انترنال نتورك طبعا شغاله ببرايفت اي بي، وعندك طبعا الانترنت او الناس اللي جايلك من بره شغاله بالبابليك اي بي. البروتوكول الثاني اللي هو ال L2TP ده هوت، لو جبنا كده مجموعه البروتوكولز حاطين فيهم شويه تصنيفات كده، لو جبنا البروتوكول الثاني اللي هو ال L2TP ده هوت، هنبدا نلاقي ان انت ممكن فيه تستخدم البري شيرد كي. يعني اولا هو بيستخدم طبعا الاي بي سيك في عمليه الانكريبشن او في التشفير، وبالتالي هو طبعا هيكون اكثر امانا من البي بي تي بي. وممكن فيه تستخدم البري شيرد كي او السيرتيفيكت علشان تعمل الاوثنتيكيشن، يعني لما بتعمل الاوثنتيكيشن ممكن تستخدم الطريقتين دول، يا اما البري شيرد كي او السيرتيفيكت. وطبعا لو هتستخدم سيرتيفيكت فالمفروض ان يكون فيه سيرتيفيكت في الراس او الفي بي ان سيرفر اللي انت عايز يعني تعمله ريموت. البروتوكول ده بيشتغل على تي سي بي بورت رقم 1701 زي ما احنا شايفين كده، ويو دي بي بورت رقم 500، واي بي بورت رقم 50. برضه بنراعي تنفيذ او فتح هذه البورتس في الفاير وول، ما هي انت في نفس الحاله انت كده هتحط فاير وول يعني. اخر بروتوكول وهو الاس اس تي بي، وده طبعا اختيار كان ما كانش موجود زمان يعني. الاختيار ده هوت علشان تستخدمه لازم الاوبريتنج سيستم يكون فيستا سيرفيس باك 1 او 7 او 2008. البروتوكول ده سهل قوي في الامبلمنتيشن بتاعته، لان هو بيشتغل على بورت واحد اللي هو 443، وبيسبورت البروتوكول بتاع ال HTTPS، والتانل بتاعته بتكون SSL،
تمام. بكده بقى نقدر نفهم ان البروتوكول بتاع الاس اس تي بي اكثر امنا واسهل في الكونفيجريشن، لان طبعا ما فيش حاجات كتير هتتعامل في الفايروول. ولو استخدمتم البي بي تي بي او ال2 تي دي لازم نتاكد بقى من الاعدادات بتاعه الفايروول. والحقيقه ان هي ميزه كبيره قوي ان البروتوكول ده التانل بتاعته بتكون اس اس ال، بس علشان نكون عارفين يعني في العالم او في الدنيا اللي حوالينا الاس اس ال او التانل اللي بتكون اس اس ال بتتعمل مش علشان البراوزر بس، لا ده في ويب ابلكيشن كتير بتبدا تستخدم النوع ده من التانلز. طيب النوع ده من التانلز الدنيا بتمشي فيه ازاي؟ يعني بصوا كده، لو احنا رحنا عند السيرفر، نروح بس عند السيرفر علشان الشاشة بتاعته احسن من اللون الابيض، وقلنا ان احنا عندنا كلاينت هنا كده، والكلاينت ده عايز يكونكت بويب سيرفر. الويب سيرفر ده هوت الكونكشن بيهولد طبعا سيرتيفيكت، يعني في سيرتيفيكت في الويب سيرفر، مش سيرتيفيكيشن اوثوريتي، لا هو الويب سيرفر محطوط عليه سيرتيفيكت. فالكلاينت لما بيبدا يكونكت بالويب سيرفر ده بيبدا يكونكت اتش تي تي بي اس، تمام، يعني هيكونكت طبعا سكيور. فالتانل اوتوماتيك طبعا هتبقى اس اس ال. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان لما السيرفر، لما الكلاينت بيكونكت بالويب سيرفر، الويب سيرفر بيبدا يبعت له ايه؟ نسخه من السيرتيفيكت بتاعته، تمام. فلما بيبدا يبعت له نسخه من السيرتيفيكت، الكلاينت مش بياخدها كده ويقوم قايل خلاص السايت ده سكيور، لا هو الحقيقه بيعمل ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه وهي عمليه الفاليديشن، يعني ايه؟ يعني يفاليديت الديت بتاع السيرتيفيكت. اصل السيرتيفيكت ممكن تكسباير زي ما انتم عارفين كده، وزي ما اتكلمنا في موضوع السيرتيفيكت قبل كده. فبيبدا يتشيك السيرتيفيكت ديت، لو لقاها لسه صالحه للاستخدام خلاص يبقى هو عمل باس للتشيك ده، وبيبدا يتشيك ده، كل ده الكلاينت هو اللي بيعمله. يبدا بقى يتشيك على الحاجه الثانيه وهي النيم ماتش. يعني ايه نيم ماتش؟ يعني انا دلوقتي بكونكت على السيرفر اليو ار ال بتاعته اسمها 3w.cnn.com، فبعت لي نسخه من السيرتيفيكت، لقيت ان النسخه صالحه بس الاسم اللي موجود في السيرتيفيكت 3w.yahoo.com، فبالتالي يبقى النيم ما هواش ماتش. يعني انت بعت لي سيرتيفيكت بتاعه حد تاني غير اللي انا عايزه، فطبعا مش هينفع، او هيطلع لنا الورنينج الشهير اللي هو كونتينيو ونوت ريكومندد ودونت كونتينيو وبيبقى ريكومندد. لو حصل باس للتشيك ده والنيم طلع ماتش، فبيبدا يشوف اخر تشيك بقى، واهم تشيك هو التراست ايشوينج. يعني ايه التراست ايشوينج؟ سي اي، يعني بيبدا يشوف السيرتيفيكت دي مين جايه من عند مين. فطبعا لو الراجل صاحب السيرفر ده كان عامل سيلف ساين سيرتيفيكت، يعني عامل سيرتيفيكت السيرفر بتاعه، او عامل سيرتيفيكيشن اوثوريتي سيرفر خاص بيه هو، وهو اللي مقصين منه سيرتيفيكت لنفسه، فهو هيبقى تراستد لنفسه، لان انا الاسم بتاع السي اي اللي هو عمل ايشوينج للسيرتيفيكيشن جوه الويب سايت مش موجود عندي اللي هو الكلاينت، يعني في التراستد روت. التراستد روت سيرتيفيكيشن اللي هو المكان اللي بيتحط فيه اسماء السي ايز اوثوريتيز، اللي لو جالي سيرتيفيكت جايه من عندهم فببدا اعمل لها تراست، تمام. فطبعا لو هو كان جايب بابليك سيرتيفيكت من حد زي فيرج ساين مثلا، هيبقى الراجل ده هو مع تراستد بالنسبه لي، لان الشركه دي محطوطه عندنا كلنا في الاجهزه بتاعتنا او في النظم بتاعه مايكروسوفت كلها يعني. اما طبعا لو كان عامل اساين سيلف ساين سيرتيفيكت، فانت في الحاله دي مش هتقدر ان انت تقوم قايل ان الراجل ده هو يعني تراستد بالنسبه لي. تعالوا بعد كده نبدا نتكلم شويه عن البروسيس او الخطوات اللي بتبدا تستخدم يعني علشان الكلاينت يبدا يعمل اوثنتيكيشن في الريموت اكسس كونكشن. يعني لو انا دلوقتي عايز اعمل ريموت كونكشن، او عايز اعمل في بي ان بيني وبين السيرفر او ريكوست كونكشن، ففي الحقيقه شويه خطوات بتتعمل. اول خطوه في الكلام ده هوت ان الكلاينت بتاعنا بيبدا يروح يدي المعلومات بتاعه الاوثنتيكيشن للريموت سيرفر اللي هو مفروض عليه الفي بي ان، او اللي انا يعني بعمل عليه الكونكشن.
بعد كده بيقوم جاي الريموت بقى اكسس سيرفر. يعني لو رسمنا الموضوع ده اهوت كده، لو يعني انا الكلاينت اهو، فالكلاينت ده بيبدا يستابلش الكونكشن بالار اي اس اللي هو يعني بيهوست الفي بي ان، تمام. فالار اي اس بيقوم واخد الكونتاكتس دي والمعلومات اللي انا اديتها له بتاعه الاوثنتيكيشن، ويقوم يديها لمين؟ يقوم يديها للان بي اس او النتورك بوليسي سيرفر. ليه؟ علشان يبدا يحدد هل انا مسموح لي بان انا ادخل او اعمل الكونكشن ده ولا لا، تمام. بعد كده بيقوم بقى النتورك بوليسي سيرفر ده ياخد المعلومات اللي هي مدها بيه الريموت اكسس سيرفر، ويبدا يقارنها بالبوليسز اللي انا حاططها. لو تفتكروا، علشان كده بقول لكم انا لازم يعني تراجعوا من الفيديو بتاع النتورك اكسس بروتكشن هو والفي بي ان، لان احنا كنا في الفيديو ده عملنا الفي بي ان. فمن ضمن المراحل بتاعه عمل الفي بي ان ان انت بتبدا تقوم تحط بوليسي، البوليسز دي هي اللي على اساسها الناس هتبدا تسكسس في الكونكشن بتاعها او يحصل لها فيل. فالان بي اس طبعا بيبقى جواها مجموعه البوليسز اللي احنا بنتكلم عنها، فالبوليسز دي بتبدا يتعمل لها عمليه مقارنه مع المعلومات اللي جايه لنا من الكونكشن. طب عمليه المقارنه دي بتتم ازاي؟ والله احنا بيبقى عندنا مجموعه بوليسز جوه الان بي اس ومحطوطين بترتيب معين انت اللي بتختار. اللي بيحصل ان لما الكونكشن بتاع حضرتك بيجي، الان بي اس بتبدا تقارنه باول كونكشن، لقته ينطبق عليه، لا يعني لقت البوليس اللي موجوده في اول كونكشن بتنطبق عليه، خلاص بتبدا تنفذه، وعلى اساسه بتبدا تاخد الاوثرايزيشن او الصلاحيات بتاعتك، وما بتبداش تبص لبقيه البوليسز او بقيه الحاجات اللي انت حاططها. ما انت بتكون حاطط اكتر من بوليسي يعني وبترتيب معين، فالبوليسي اللي بتنطبق عليك بتتنفذ دون نظر لبقيه البوليسز دي. طيب ولو الان بي اس قعدت تقارن بالبوليسي دي، لقت الكونكشن بتاعي مش بيميت الريكويرمنت بتاعه البوليسي اللي انا حاططها، ولا هنا، فانتقلت لهنا لقت برضو مش بيميت الريكويرمنت، وهكذا، وخلصت البوليسز اللي محطوطه. ففي الحاله دي طبعا بيحصل ديناي للكونكشن بتاعي. مع العلم طبعا ان انت ممكن تكون البوليسي دي ما انتش حاططها علشان تبرميت الكونكشن، انت ممكن تكون حاططها علشان تديناي الكونكشن. يعني ممكن مثلا تقوم قايل له لو الكونكشن ده حصل، يعني لو جاي لك كونكشن بس كان في الوقت من كذا لكذا، دي احد الشروط اللي احنا ممكن نحطها في البوليسز اللي بيتم وضعها في الان بي اس. يعني لو جاي لك كونكشن بس جاي لك في الوقت من كذا لكذا، اعمل ديناي. يعني البوليسي بتقول لو الكونكشن عمل ميت للريكويرمنت اللي انا قايلها دي، فاعمل ديناي للكونكشن، فهيقوم عامل ديناي طبعا للكونكشن. وفي الحياه العمليه الموضوع ده بيتم فعلا، ان اول بوليسي بنبدا نحطها بتكون بوليسي تخص الوقت اللي هيتعمل فيه الكونكشن، فبنقوم قايلين لو الكونكشن حصل في الوقت من كذا لكذا، وبنقوم حاطين اوقات العمل الرسمي الغير رسميه، يعني اللي احنا مش عايزين حد فيها يكونكت في بي ان، اعمل ديناي للكونكشن مش اعمل بيرميت. فبالتالي اول ما اليوزر ما هيجي هيشوف او هيطبق عليه البوليسي دي، لو طلعت البوليسي دي صحيحه بالنسبه لبيانات الكونكشن اللي جايه، فهيتعمل ديناي للكونكشن. طلعت مش صحيحه، يعني اليوزر بيكونكت في اوقات العمل، يبقى كده الحاجات اللي موجوده في البوليسي دي مش هتطبق على اليوزر ده، وهيبدا الان بي اس يتحول الى النكست بوليسي اللي انت حاططها. طيب الاستراكشر بقى اللي احنا بنبدا نعملها علشان نعمل سكيورنج للنتورك بتاعتنا في حاله ان احنا يكون عندنا بريمتر نتورك او دي ام زي. يعني ايه الدي ام زي؟ بصوا كده، لو افترضنا كده ان احنا عندنا كلاينت هنا، الكلاينت ده هوت اكسترنال يعني موجود بره، تمام، والكلاينت ده عايز يكونكت بالويب سيرفر بتاعي. الويب سيرفر ده موجود في مكان اسمه الديمزي او البريمتر نتورك. البريمتر نتورك دي هي عبارة عن نتورك
موجودة فيزيكال في نفس المكان اللي انا عامل فيه الانترنال نتورك بتاعتي او الدومين بتاعي، ولكن الانترنال نتورك دي انا عايز امنها. ليه؟ اصل اليوزرز لما بييجوا يكونكتوا بالويب سيرفر اللي موجود جوه النتورك دي، النتورك دي ممكن يكون فيها بقى في بي ان سيرفر، وممكن يكون فيها ويب سيرفر، وممكن يكون فيها البابليك ريسورسز اللي انا عايز الناس كلها تستفيد بيها وهكذا. اما بقى الانترنال نتورك فبيكون فيها السيرفر اللي بتهوست الحاجات السنسيتيف، يعني مثلا زي البرنامج بتاع الحسابات، برنامج المرتبات، الاجازات وهكذا. فانا بقى عايز اامن الاستراكشر دي، فبنعمل ايه؟ اولا ان الاكسترنال يوزر طبعا مش بيكونكت بالدي ام زي دي على طول. سوري، هي اسمها دي ام زي مش دي ام اي، تمام. اولا اليوزر بيكونكت عن طريق الانترنت، يعني برضو انسكيور تانل، تمام. طيب بعد ما بيكونكت عن طريق الانترنت، المفروض ان انا ابدا احط فايروول، يعني بقوم جايب فايروول كده، والفايروول ده بيكون كونكتد بيا من 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 الـ من الانترنت يعني، ومن الدي ام زي بتاعنا. طيب ازاي؟ يعني الانترنت بيكون كونكتد بالفايروول، مش الدي ام زي هي اللي كونكتد بالانترنت. وبعد كده بقوم قايل مثلا، يعني سايل الفاير وول لو جالك حد عايز بورت 80 وديه الدي ام زي، لو جالك حد عايز بورت حاجه او بيكلمك على اي بورت تاني غير 80 اللي هو بتاع الويب مثلا، او ال 443 بتاع الاتش تي بي اس، اعمله على طول عمليه بلوك، تمام. طيب لو انا كنت حاطط في بي ان هنا، يعني ده حل من الحلول. طيب لو انا حاطط في بي ان هنا وعايز الناس من خلال الفي بي ان دي تبدا تكونكت من الخارج الى الانترنال، هعمل ايه؟ والله ببساطه هنجيب الفاير وول ده هوت، ونقوم عاملين له كونكت بالانترنال، تمام. هنقول له بقى، هنقوم يعني نكونفيجر الفاير وول ان اللي عايز يتكلم معاك على بورت كذا، اي بورت بقى احنا هنختاره، وليكن مثلا البورت مثلا بتاع 443 اللي هو هنستخدم فيه ال SSTP اللي هو البروتوكول اللي هيتعمل بيه ال VPN. فممكن قوي نقوم قايلين له والله تكونكت بهنا، وهنا ده هو اللي ليه صلاحية ان هو يكونكت بهنا. يعني انا ما خليتش الكلاينت يكونكت بالانترنال بتاعي مرة واحدة، لا، انا خليت الكلاينت يكونكت بالفاير وول، ولما الفاير وول لقى ان هو بيتكلم على بورت 443 سمح له ان هو يكونكت بالراس او بالريموت اكسس سيرفر اللي موجود هنا اللي هو بيسبورت ان انا اكونكت في بي ان. بعد ما عملت كونكشن في بي ان، ففي تراست ما بين هنا وهنا، فاقدر ان انا من هنا اكونكت في بي ان لهنا. دي استراكشر بتستخدم علشان تأمن حاجة بالشكل او بالسيناريو اللي احنا قلناه ده. في طبعا حل اخر هو هيكون مور سكيور جدا، وهو ان احنا لو عندنا يعني سيرفر كده، مش عارف اللون الغريب ده جه ازاي، سوري. لو عندنا يعني الكلاينت بتاعنا هنا، وعندنا الانترنت موجودة في المكان ده، وعندنا الديمزي هي موجودة هنا، والانترنال نتورك موجودة هنا، فممكن جدا تقوم انت جاي، لو اعتبرنا ان هي دي يعني الانترنت، بنقوم جايين عاملين بقى فاير وول، يعني بنقوم جايين كده رسمين او بنحط فاير وول ما بين الانترنت، يعني ده فاير وول، ده ما بين الانترنت والديمزي، تمام. وفي فاير وول تاني هيتحط هنا ما بين الديمزي والانترنال نتورك. يبقى كده لو حد او لو الكلاينت ده جاي هاك يعني، فمحتاج ان هو يكسر اتنين فاير وول، بالاضافة طبعا ان هو محتاج يعمل يعني اثنتيكيشن جوه الديمزي اللي هو مثلا فيه ال VPN مثلا على سبيل المثال. يعني دول الحقيقة كانوا الطريقتين اللي بيستخدموا في سيناريوهات زي كده. يعني تعالوا كده لو رحنا على مكنة كلاينت وكان عندنا فيها VPN connection،
هنلقي نظرة سريعة كده عن البروتوكول. طبعا انت بتكونفيجر انهي بروتوكول اللي انت بتسمح بيه في الفي بي ان كونكشن جوه السيرفر اللي عليه الار اي اس. وهنا برضو انت جاي تكونكت كيوزر تقدر ان انت تدخل في السكيورتي وتقوم قايل له نوع الفي بي ان اللي انت هتستخدمه، يعني هتستخدم البي بي تي بي ولا ال L2 تي بي ولا ال SSTP وهكذا. فبتبدأ طبعا تختار يعني البروتوكول اللي انت هتستخدمه في الكونكشن بتاعك، وده طبعا البروتوكول اللي على اساسه هيروح يسأل ال NBS هناك، هيقول له الراجل ده جاي بالبروتوكول الفلاني انت هتسمح بيه ولا مش هتسمح. ده طبعا اللي انت طبعا بتقوم قايله في السيرفر مش في الكلاينت. لو رحنا كده فتحنا الـ Routing and Remote Access اللي منها بنقدر نمانج موضوع ان يكون في VPN على الجهاز ده او ان الجهاز ده يعني يهوست الـ VPN ولا لا. فلو جبنا كده خصائص السيرفر بتاعنا هنلاقي ان احنا عندنا في الجنرال حاجة اسمها IP version 4 Remote Access Server، يعني السيرفر ده هيسمح بالريموت اكسس اللي هي طبعا مسؤوله عن انشاء او ان الكلاينت يكونكتو في بي ان او دايل اب على السيرفر بتاعه، وتقدر ان انت تخليه يسمح كمان باي بي فيرجن 6. طيب احنا لو عملنا ابلاي وقمنا قايلين يس هيبدا يظهر لنا حاجه هنا اسمها البورتس. البورت دي هي عبارة عن البورتس اللي احنا كنا اتكلمنا عنها اللي هي الطريقة بتاعت الكونكشن اللي قلنا عندنا فيه تلات طرق يعني. فلو جبنا البروبرتس بتاعت البورت ده هنلاقي ان دي الانواع بتاعت البروتوكولز اللي بتستخدم في انشاء ال VPN، يعني اليوزر ممكن يجي بال BBTP او ال L2TP او ال SSTP اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. طيب احنا كنا اتكلمنا في الاول خالص عن ايه هو الراديوس اللي احنا قلنا ان هو لو عايزين نعمل راديوس فلازم تنزل الرول سيرفيس بتاعة ال NBS يعني. طيب احنا لو رحنا فتحنا النتورك بوليس سيرفر كده، طبعا ال NBS احنا منزلها هنا دي رول سيرفيس من الرول سيرفيس اللي موجوده او الحاجه او من الرول سيرفيس اللي موجوده تحت ال NPS او النتورك بوليسي اكسس سيرفر، تمام، اللي قلنا فيها اربع حاجات يعني. فال NPS كانت حاجه من الاربعه دول وقلنا ان احنا بننزلها لو احنا عايزين نعمل راديو سيرفر او عايزين نعمل نتورك اكسس بروتكشن، تمام. طيب لو انا عايز اعمل راديو سيرفر فانا بروح عند الراديوس كلاينت كده واقوم قايل له نيو راديوس كلاينت وببدا اقوم قايل اسم للراديوس كلاينت ده وليكن مثلا سيرفر 2K8 مثلا، وببدا اقوم حاطط الاي بي ادرس بتاعه وليكن مثلا 10.0.0.3 وبقوم قايل اوكي. يبقى انا كده حطيت السيرفر ده كراديوس كلاينت، يعني لما الطلبات هتيجي او الكونكشن هيبدا يتعمل وفي عندي اكتر من جهاز عليهم ال RAS او الريموت اكسس، فالراديوس كلاينت هو اللي هيبدا يمانج بقى البوليسز اللي هتبدا تتطبق، ولكن هيمانج البوليسز كلها اللي تعالوا نتكلم شويه بقى عن الناب او النتورك اكسس بروتكشن. الحقيقه ان تعريف النتورك اكسس بروتكشن هو عبارة عن مجموعة من الكومبوننت الادمنستريتور على اساسها بيبدأ يحدد مين يدخل النتورك بتاعته ومين ما يدخلش، او ممكن نقوم قايلين ان هو يعني نظام لحماية النتورك عن طريق ان احنا بنعمل عملية تأكد من الاجهزة اللي استوفت شروط الهيلسي اللي الادمنستريتور بيكون حطها، او يعني كما يقال شروط السلامة والجودة. بمعنى اننا ممكن نبدأ نطلب من ضمن الشروط اللي احنا بنقولها دي يعني ان يكون في على الكلاينت اللي عايزين يعملوا كونكشن بالنتورك بتاعتنا، الكونكشن على فكرة بالنتورك عن طريق اي حاجة، عن طريق ان هم مثلا عايزين من النتورك بتاعتنا DHCP، عايزين يعملوا VPN، عايزين يستخدموا التيرمينال سيرفر،
وهكذا، ده كله اسمه كونكشن بالنتورك. فاحنا بنبدا بقى نحدد الكلاينت مين اللي يقدروا يعملوا الكونكشن. فبنبدا انهم حاطين شروط، زي مثلا ان الكلاينت لازم يكون عنده انتي فايروس، لازم الفاير وول بتاعه يكون مفتوح، لازم الانتي فايروس يكون معمول له ابديت. وطبعا الكلاينت اللي مش بتستوفي الشروط اللي احنا بنقولها دي بتكون غير مصرح ليها باستخدام الريسورسز بتاعه النتورك. فبتبدا يعني تتحط اوتوماتيك، او السيرفر بيبدا يوديهم في مكان اسمه ريستريكتد نتورك، ودي من خلالها السيرفرز بتبدا، او سوري الكلاينت بتبدا تتصل بمجموعه من السيرفرز موجوده في الريستريكتد نتورك دي، اسمها ريميديشن سيرفر، او السيرفرز اللي بتعمل عمليه المعافاه او العلاج. يعني الريميديشن سيرفر دي بتبقى عليها مجموعة الابديتس، وبتقدر ان هي لو مثلا حاجة زي الفاير وول مقفول بتقدر ان هي تفتحه وهكذا. وطبعا لو كان في شروط، يعني جهاز اوريدي مستوفي الشروط وعن طريق النتورك اكسس بروتكشن سمحنا له ان هو يدخل، وبعد فترة اصبح غير مستوفي الشروط، فبيبدا يظهر له كده برومبت يقول له انت اصبحت غير مستوفي الشروط، ويبدا يروح برضو للريميديشن سيرفر. في بقى عندنا مجموعة كومبوننت بتدخل في الاستراكشر اللي احنا بنعملها بتاعت النتورك اكسس بروتكشن. يعني لو انت عايز تنفذ الناب عندك، ففي شوية حاجات بتستخدم لعمل الناب. زي ايه؟ زي الناب كلاينت. الناب كلاينت بيبدأ يجنريت او بيعمل يعني حاجة اسمها state of health او الاس او اتش ريبورت كده، بيحط فيه الحالة الصحية بتاعة الجهاز. يعني يقوم قايل انا الفاير وول بتاعي مفتوح ولا لا، انا عامل ابديتس ولا لا، بملك انتي فايروس ولا لا، طب الانتي فايروس ده معمول له ابديت ولا لا، وهكذا. وعلى اساس الاس او اتش الكلاينت اللي هي الاجهزة بتاعتنا، يعني اللي هي عايزة تطلب كونكشن معين من السيرفر، على اساس الريبورت اللي بيبدأ يعمله ده بيبدأ يعني السيستم او الاوبريتنج سيستم بتاعي انا نفسي اللي هو الويندوز 7 هو اللي بيبدأ يسمح لي او بيمنعني من اني اكسس النتورك دي. يفضل على فكرة يعني قبل ما نكمل سماع لموضوع الناب، ان انتوا تبقوا تشوفوا الحلقة السابعة في 70642، لان هي بتتكلم عن جزئية يعني براكتيكال قوي في الموضوع ده. تاني مكون من المكونات اللي بتستخدم في بناء الناب طبعا هو الناب سيرفر. الناب سيرفر هو عبارة عن السيرفر المسؤول من ان هو يبدأ يعمل عملية تتابع لحالة الاجهزة اللي بتطلب كونكشنز من السيرفر. والناب سيرفر ده بيبدأ يكون عليه حاجة اسمها الـ SHV او الـ System Health Validator، دي بترن على الناب سيرفر. فالحقيقة ان لما الكلاينت بيبعت الـ SOH او الـ State of Health بتاعته، فبيبعتها لحد اسمه الانفورس او الناب انفورسمنت بوينت، والناب انفورسمنت بوينت ده بيبدا يديها للناب سيرفر. وبعد كده الناب سيرفر طبعا بيبقى موجود على السيرفر اللي عليه الان بي اس. ما ننساش ان احنا قلنا من شويه كده ان الان بي اس ده احنا بنحطه لو احنا عايزين نعمل راديوس، او عايزين نعمل ناب، او عايزين نعمل ان بي اس، تمام. فالسيرفر اللي عليه الـ NBS هو اللي بيكون طبعا عليه الناب، وبيبدأ الناب ده يقارن الحاجة او الريبورت اللي جاله من الكلاينت بالـ SHV او الـ System Health Validator. بعد كده الـ Health Policies بقى اللي احنا بنكون حاطينها على الناب اللي بيتم مقارنة الـ SOH بيها، يعني بتبدأ تاخد اكشن ان هي تريسبوند وتقوم قايلة ان هي الكلاينت دي كومبلاينت ولا نون كومبلاينت مع الـ NPS. وطبعا على هذا الاساس بنبدأ نقوم قايلين خلاص احنا هنلاو للاكسس ولا هنديناي ولا هنعمل كورنيت، وهناخد الكلاينت دول نحطهم في الريستريكتد يعني نتورك. وزي ما قلنا من شوية ان الانفورسمنت سيرفر هو عبارة عن حلقة الوصل ما بين الكلاينت والناب سيرفر، فهو ده اللي بيبدأ ياخد الريبورت يعني من الكلاينت ويبدأ يعمله فورورد او يوديه على الـ SOH. الـ Enforcement Server على فكرة مش مكنة اسمها الـ Enforcement Server، ولكن هو المكنة اللي عليها السيرفيس اللي بيطلبها اليوزر. يعني لو وضحنا الموضوع شوية، هو احنا دلوقتي عايزين نعمل بروتكشن للنتورك بتاعتنا، مش كده؟ طب البروتكشن اللي هنعملها للنتورك دي، ادي الكلاينت، جميل. الكلاينت ده عايز يبدا يكونكت
بسيرفر مثلا زي سيرفر دي اتش سي بي مثلا، تمام؟ فالسيرفر بتاع الدي اتش سي بي انا رحت عنده وقمت قايل له لما حد يجي لك يقول لك انا عايز دي اتش سي بي، رحت على الدي اتش سي بي نفسه على السيرفيس اللي هي سيرفيس الدي اتش سي بي، وقمت قايل يا دي اتش سي بي لما حد يجي يطلب منكم اي بي ما تديلوش اي بي على طول، ابدأي قولي للناب سيرفر، والناب سيرفر هو اللي يبدأ يعمل عملية المقارنة بتاعت الاس او اتش اللي الكلاينت جاي بيها اللي هي الستيت اوف هيلث بالاس في اتش، ويبدا يقوم قايل لنا او يقوم قايل للدي اتش سي بي يعني الراجل ده اعملي بيه كونكشن او اديله دي اتش سي بي او ما تديلوش، تمام؟ فالسيرفر اللي عليه الدي اتش سي بي في هذه الحاله هو الانفورسمنت سيرفر، تمام؟ نفس الكلام لو انا عندي سيرفر تاني عليه في بي ان، او هو الريموت اكسس سيرفر بتاعي اللي انا بخلي اليوزر يكونكتو في بي ان من خلال، هو اللي بيهوست يعني سيرفيس الفي بي ان، فبدل ما الكلاينت بيكونكت بالفي بي ان كده على طول، فانا قلت له لا يا في بي ان، رحت على السيرفيس نفسها وقمت قايل لها تاني مره لما يجي كلاينت يكونكت بيكي ما تعملوش كونكشن على طول، ارجعي الامر بتاع ان احنا هنرضى نخليه كونكت في بي ان عندنا ولا لا للان بي اس او للناب سيرفر، سوري للناب سيرفر او النتورك اكسس بروتكشن سيرفر، ولو الناب سيرفر قارن الاس او اتش اللي الكلاينت جاي لنا بيها بالاس في اتش اللي عنده ولقاها تمام، خلاص نبدا نرضى يعني ان يحصل كونكشن ما بين الكلاينت والفي بي ان. ففي الحاله دي هذا السيرفر بيكون اسمه الانفورسمنت سيرفر. يبقى الانفورسمنت سيرفر هو السيرفر اللي هيقدم الخدمه اللي مش هتتقدم الا بعد استشاره ال ان بي او ال ان اي بي اللي هي النتورك اكسس بروتكشن. الكلام اللي احنا قلناه ده بقى معناه ان الانفورسمنت بوينت تايبس في او الانفورسمنت بوينت فيها اختلاف، يعني مثلا او بمعنى ادق ايه هي الحاجات اللي انا ممكن اخلي القرار في استخدامها من قبل الكلاينت يرجع للـ NAP او الناب يعني. ففي عندنا خمس حاجات اساسيه ممكن نستخدم لهم الناب، يعني الخمس انواع من الكونكشنز دول اللي هي الدي اتش سي بي والتي اس جيت واي والريموت اكسس اللي هي الفي بي ان يعني، والايب اللي هي ان انت تكونكت على السيرفر باستخدام التكنولوجي بتاعه ال 802.1 اكس والاي بي سيك. الخمس حاجات دول ينفع ان انا قبل ما ادي بيرميشن لليوزر ان هو يعمل كونكشن بينه وبين السيرفر اللي عليه حاجه من دول، السيرفر طبعا اللي عليه اي حاجه من دول هيسمى ايه الانفورسمنت سيرفر، لان هو ده اللي هيرجئ يعني الطلب للناب، تمام؟ فالسيرفر اللي عليه اي حاجه من الخمسه او الانفورسمنت سيرفر او الانفورسمنت بوينت دول ينفع ان انا اخليهم يقرروا اليوزر ده هيستخدم هذا النوع من الكونكشن، هيستخدم الدي اتش سي بي، هيستخدم تي اس جيت واي، هيستخدم الريموت اكسس ولا لا، من خلال الخمس خدمات دول. لو مسكناهم كده واحده واحده هنلاقي ان الدي اتش سي بي، الدي اتش سي بي اعتقد ان احنا عملناه لو امبلمنتيشن في الفيديو رقم 7 تقريبا او 8 حاجه زي كده في ال 70 642. يفضل بشده يا جماعه ان انتوا تشوفوا يعني الحلقه دي هتفيدكم كتير. ده معناه ان الدي اتش سي بي مش هيبدا يدي او لما الكلاينت يبدا يعني يطلب دي اتش سي بي من الدي اتش سي بي سيرفر، فالدي اتش سي بي هيحول طلب للناب والناب هيبدا يعمل كومبير بينه بين الاس او اتش اللي الكلاينت جاي بيها وما بين طبعا الاس في اتش اللي موجوده عنده. بس الحقيقه دي اضعف طريقه ممكن انت تحمي بيها النتورك بتاعتك. ليه؟ لان لو اليوزر يعني حط لنفسه اي بي ستاتيك او كان في ستاتيك اي بي عند اليوزر، فخلاص كده اليوزر مش هيطلب طبعا دي اتش سي بي، ولو ما طلبش اليوزر دي اتش سي بي مش هتقدر ان انت تبدا تقوم قايل له بقى ادخل في الريميديشن جروب او في الريستريكتد نتورك او الكلام ده كله. اليوزر بقى في حاله ان هو يروح يعمل كونكشن عن طريق التي اس جيت واي، لو نفتكر في التراك اللي فات لما اتكلمنا في التيرمينال سيرفيس، ممكن تشوفوا الفيديوهات الخاصه بالتيرمينال سيرفيس، كان في حاجه اسمها التيرمينال سيرفيس جيت واي سيرفر، وده الحقيقه كان السيرفر اللي بيستخدم علشان الناس اللي خارج النتورك يقدروا ان هم يعملوا يعني كونكشن بالريسورسز او يستابليشوا ريموت ديسكتوب سيشن.
فطبعا التيرمينال سيرفر جيت واي بيعمل انتجريت مع الناب يعني، والسيرفر المسؤول عن عمل، وطبعا ده بيبقى زي ما اتفقنا يعني هو السيرفر المسؤول عن عمل ريموت من قبل الكلاينت. فهو مش هيخلي الكلاينت يقدر يعني يحصل على السيشن اللي هو عايزها يعني الا اذا كان الناب موافق عليه. دي تاني حاجة او تاني نوع من انواع الكونكشن. تالت نوع اللي هو طبعا ال في بي ان، اللي هو علشان يبقى فيه في بي ان عندنا فبننزل السيرفيس بتاعة الريموت اكسس او الريس او الريموت اكسس سيرفيس يعني، تمام، اللي من ضمن الحاجات بتاعتها الراوتينج والان بي اس، سوري الار اي اس. فالفي بي ان برضو علشان اليوزر يستبلش في بي ان سيشن ممكن نقوم قايلين للفي بي ان او للريموت اكسس ما تديش السيشن ده ليوزر غير لما ترجع للنات ويبدا هو يجاوب لك على الهيلث بوليسيز اللي عنده. الحاجه اللي بعد كده اللي هي طبعا لو اليوزر بدا يستخدم او الكلاينت يعني بتاعنا بدا يستخدم الوايرلس تكنولوجي اللي هي ال 802.16 اكسس بوينت، زي مثلا هو يستخدم يعني او يريموت السيرفر او او يعمل كونكشن مع السيرفر باستخدام الوايرلس او باستخدام طبعا اكسس بوينت، فدي برضو من الحاجات اللي ينفع نطبق عليها الناب. الحاجه الاخرانيه ودي طبعا الموست سكيور وهي الاي بي سيك. الاي بي سيك او الاي بي سكيورتي يعني الحقيقه ان هو علشان يتطبق احنا لازم ننزل معاه ال HRA او الهيلث ريجستريشن اوثوريتي. الهيلث ريجستريشن اوثوريتي كانت من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عنها من شويه من ضمن المحتويات بتاعه ال NBAS او النتورك بوليسي اكسس سيرفر، تمام. هي طبعا الافضل على الاطلاق لان هي الوحيده اللي بتتكون من انكريبشن عالي جدا، وبعدين بيتطلب وجود ال HRA. وكمان الاي بي سيك بيستخدم او نقدر نقول ان هو يعني بنعمله امبلمنتيشن عشان نفصل السيرفرز عن الدومين، يعني نخلي السيرفرز في مكان والدومين او الدومين ممبرز موجودين في مكان اخر. عن طريق تطبيق الاي بي سيك مع الناب بنحصل او بيكون عندنا يعني ثلاثة لوجيكال نتورك. الثلاثة لوجيكال نتورك عشان برضو الفيديو اللي هيفيدكم فيه قوي الفيديو بتاع الاي بي سيك اللي كنا قلناه في ال 70642 هتلاقوه تقريبا برضو بعد الناب. اللي بيحصل ان احنا بيبقى عندنا فيه ثلاثة نتورك لوجيكال بيتعملوا في حالة استخدامنا للاي بي سيك. النتورك لوجيكال الاولانيه حاجه اسمها اسمها الانتراستد او الباوندري نتورك. فالانتراستد دي بيتحط فيها الكلاينت اللي ما هماش كومبلاينت او غير متوافقين مع الناب، ودول طبعا بيتكلموا مع بعض. يعني لو في كلاينت جاي يطلب مثلا اي حاجه ومثلا طلع ما هواش كومبلاينت مع الناب، ف مجموعة الكلاينت دول بيتحطوا في النتورك اللي هي الانترستد او الباوندري نتورك وبيتكلموا مع بعض كلير تكست، مش بيتكلموا طبعا اي بي سيك. النتورك التانية اللي هي بتكون يعني اسمها الريستريكتد نتورك. الريستريكتد نتورك دي الحقيقة بيبقى موجود جواها دي اتش بي سيرفر وجواها الريميديشن سيرفر اللي هي بيبقى عليها يعني الريسورسز اللي بتعالج الاجهزة اللي لم تستوفي الشروط، وممكن للكلاينت اللي موجودين في الانترستد اللي هم هنا ان هم يقدروا يكلموا الريستريكتد. الناس دي بتتكلم كلير تكست، والناس دي مش بتريكواير الاي بي سيك ولكن بتاسك فور اي بي سيك. يعني بتقوم قايله لو معاك اي بي سيك اتكلم معايا اي بي سيك، او لو معاك اي بي سيك اتكلم معايا سكيور، معاكش اي بي سيك خلاص اتكلم معاك كلير عادي مفيش مشكله. فدي مش بتريكواير يعني مش لازم علشان نتخاطب مع الاجهزه اللي جواها ان احنا نتخاطب بالاي بي سيك، تمام. النتورك رقم 3 ودي طبعا الموست سكيور نتورك، ودي اللي بيتحط فيها الكلاينت اللي استوفوا جميع الشروط، ودي اسمها حتى السكيور نتورك. والحقيقه ان السكيور نتورك كل الاجهزه اللي فيها لازم تتكلم اي بي سيك. يعني ان قلنا ان دي بتريكوست الاي بي سيك فدي بتريكواير الاي بي سيك،
يعني لازم الاجهزه اللي جوه هنا تتكلم اي بي سي، وعلشان كده الاجهزه اللي موجوده في السكيور مش بتتكلم مع الريستريكتد ولا بتتكلم مع الباوندري نتورك. والشبكه دي بقى طبعا بيبقى موجود جواها السيرفر اللي عليه يعني الان بي اس. فالحقيقه ان دي الخمسه كونكشن يعني اللي نقدر نقول ان احنا ممكن نستخدمه. خلوا بالكم من حاجه تانية، ان احنا علشان نخلي يعني الكلاينت يبدا يقدم الهيلث سيرتيفيكت بتاعته او يبدا يقدم يعني اس او اتش او الستيت اوف هيلث بتاعته، في شويه حاجات بتتعمل على الكلاينت ممكن تعملوها لوكال او تعملوها عن طريق الجي بي او يعني. فلو رحنا على كلاينت كده ويندوز 7 هنخلي الكلاينت اللي هو الويندوز 7 ده قادر على التعامل مع الناب. ازاي يبقى قادر على التعامل مع الناب؟ ان هو يعني يبعت في الريكوست بتاعه اللي هو هيعمله يعني، يبعت في الريكوست بتاعه سواء ان هو هيريكوست دي اتش سي بي او هيريكوست اي بي سيك او هيريكوست تيرمينال سيرفيس، يبعت بقى في الريكوست بتاعه ان هو عايز يعني ايه او هيبعت الاس او اتش بتاعته. فعلشان نفعل الكلام ده هوت ممكن تفتحوا الران وتقوموا جايبين السيرفيس، وجوه السيرفيس هنلاقي فيه سيرفيس اسمها نتورك اكسس بروتكشن، وادي ادي النتورك اكسس بروتكشن. هنخليها اوتوماتيك وهنقوم قايلين اوكي. الحاجة التانية ان احنا هنروح نفتح كونسول كده، ممكن تفتحوا الام ام سي وتبدأوا تحطوا فيه الكونسول ده. وهو طبعا الكونسول الخاص بالناب كلاينت كونفجريشن يعني. هنقول فايل و add or remove snapping وهنبدأ نختار الناب كلاينت كونفجريشن. بتاع طبعا اللوكال كمبيوتر. والحقيقه جوه الكونفجريشن دي هنلاقي في حاجه اسمها الانفورسمنت كلاينت، يعني هنا بنبدا نقوم قايلين للكلاينت بتاعنا لو طلبت ايه، لو طلبت ايه تبقى تقدم معاه الاس او اتش بتاعتك. والكلام ده ما اعتقدش ان هو جديد يعني، كنا قلناه قبل كده واحنا بنشرح الناب يعني. فممكن نخليه انيبلد مع الدي اتش سي بي او الاي بي سيك او الريموت ديسكتوب جيت واي، او ممكن نخليه مع الايب اللي هو التكنولوجي بتاعه ال 802.1x. طيب ده بالنسبه للكلاينت، لكن لو احنا رحنا كده على مستوى السيرفر بقى علشان نشوف ازاي يعني نشغل الناب او نخلي الناب او نخلي الخمسه سيرفيسز او الخمس انواع من الكونكشنز دول لما حد يطلب منهم كونكشن يرجعوا للناب. فتعالوا نروح بقى عند السيرفر كده. بالنسبة اولا طبعا للدي اتش سي بي احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان انت بتجيب البروبرتيز بتاعة الدي اتش سي بي وبعدين بنقوم رايحين عند النتورك اكسس بروتكشن وبنبدأ بقى نقوم قايلين له اعمل انيبل للناب على كل السكوبس او ابدأ اعمل يعني ديسيبل للناب على كل السكوب. وهنا في اختيار مهم قوي بيقول لي لو الدي اتش سي بي سيرفر يعني ما لقاش ال NBS، تمام؟ ال NBS اللي هو المكان يعني اللي هيكون عليه الناب، تمام؟ اللي هو هيبدأ يبعت له الريكوست أو هيبعت له ال SOH بتاعة اليوزر، يعمل إيه؟ فبيقول لك ممكن خلاص ندي اليوزرز فول أكسس أو نديهم ريستريكت أو ندروب كلاينت باكيت، يعني كأن الكلاينت ما طلبش مننا أي حاجة يعني. ده في حالة عدم وجود ال NBS. وزي ما قلنا ان هو ما هوش سكيور قوي بالنسبه لموضوع ال DHCP لانه ممكن بسهوله قوي اليوزر يبدا يعني يحط لنفسه اي بي ستاتيك. اما بالنسبه لو احنا عايزين نطبق الكلام ده هوت ك اي بي سيك او نطبق الناب مع الاي بي سيك، فممكن قوي نقوم فاتحين الفاير وول كده وبعدين نقوم رايحين عند الكونكشن سكيورتي رول ونبدا نقوم قايلين ان احنا عايزين نعمل نيو رول.
بعد كده بنبدأ نقوم قايلين ان احنا لو عايزين الكل يبدأ يتكلم يعني، او يبقى اجبار يعني، يبقى require مش مجرد request ان الكل يتكلم يعني IPsec، فبنبدأ نختار isolation. فهنختار احنا الايسوليشن وبعدين هنقوم عاملين next. لو اختارنا هنا request، فالريكوست معناها ان هو هاي ريكوست ان احنا نبدأ نتكلم مع بعض IPsec، او ان الانباوند كونكشن والاوتباوند كونكشن هاي ريكوست ان هي تكون IPsec، لكن مش هيفرض ان هي تكون IPsec. تمام. اما لو بدأنا نختار require authentication for inbound connection، فمن الجملة كده باينة ان هو يعني هيفرض ان الانباوند او الناس اللي جاية تتكلم لازم تتكلم IPsec، لانه هنا بي ريكواير. لكن الحاجات اللي خارجة من الفايروول، مش اللي داخلاله يعني، اللي هي الاوتباوند، فبيقول لنا ان الاوتباوند هاي ريكوست الاوثنتيكيشن، او هاي ريكوست يعني IPsec. فطلع فيه IPsec اوكي، ما كانش فيه خلاص. طبعا الموست سكيور اوبشن بقى هو require authentication for inbound and outbound connection، ان هو هاي require. هاي require يعني لازم يكون الكلام من الطرفين لازم يكون IPsec. فاحنا ممكن نختار request authentication، وبعد كده بنبدأ نحدد طبيعة عمل الاثنتيكيشن هتكون ازاي يعني. فطبعا عندنا الكيربروس بالنسبة لليوزر او والكمبيوتر الاثنين مع بعض، او نستخدم الكيربروس بالنسبة للكمبيوتر بس، او لو كان عندنا سيرتيفيكت فممكن ان احنا نستخدم سيرتيفيكتس. دي الطريقة اللي احنا كنا استخدمناها يعني علشان نعمل الاي بي سيك. الطريقة الثانية او ناب انفورسمنت بوينت التالتة، ان احنا ممكن نخلي النات تشتغل مع الريموت اكسس سيرفر. طبعا الريموت اكسس سيرفر اللي هو بيبقى موجود جوه الراوتينج. فلو فتحنا كده وجبنا الراوتينج، طيب احنا ننزل الراوتينج بروتوكول. دي طبعا الرول يعني بتاعت الريموت اكسس. فبنقوم جايبين البروبرتيز بتاعت السيرفر كده، وعند التاب بتاع الاي بي فيرجن 4، لان طبعا عمليه الريموت والفي بي ان كونكشن اللي بتنشا بتكون اي بي فيرجن 4 في الوقت الحالي يعني، لان احنا مش حاطين او مش عاملين كونفيجريشن للاي بي فيرجن 6. فبدل ما بيبقى فيه دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول يعني السيرفر هيأساين دي اتش سي بي للكلاينت اللي هيجوا دول، لا هقول له لا والله هيبقى فيه ستاتيك بول، وابدا احدد البول اللي محددة اللي انا عايز اليوزر اللي هيبدأوا يكونكتوا عن طريق الفي بي ان ويأبلاي الناب عليهم، ببدأ اديهم اي بي في نطاق محدد. طبعا ده بالنسبة للريموت اكسس. لو جينا كده نبص على الترمينال سيرفيس جيت واي او التي اس جيت واي يعني، فهنبدأ بس نشغل التي اس جيت واي. ده التي اس جيت واي. فلو جبنا البروبرتيز بتاعة السيرفر وبعدين رحنا عند ال TS Cap Store كده، هنلاقي في حاجة اسمها Request Client to Send Statement of Health أو ال SOH. فلو احنا عملنا ال Check ده يبقى احنا كده بن Apply الناب على ال TS Gateway. وطبعا لازم يكون يعني عاملين Configuration لل Cap وال Rep. تمام. اللي مش عارف ال Cap وال Rep يقدر يراجع الحلقة بتاعة ال Terminal Server اللي احنا كنا اتكلمنا فيها عن ال TS Gateway. طبعا علشان ننفذ الكلام ده هوت على التكنولوجي بتاعة ال 802.1x لازم يكون في مثلا access point او device، او نكون عاملين implementation طبعا للبروتوكول نفسه. بعد كده بنقوم رايحين بقى فاتحين، احنا عرفنا الخمسة connection ازاي نخليهم يعني يعملوا forward للrequests اللي بتجيلهم ويدوها للناب. فاحنا محتاجين بقى نقوم رايحين ال NBS اللي هو جواه الرولز او جواه الهيلث فاليديتور او جواه يعني الشروط اللي احنا هنحطها بقى. فلو رحنا فتحنا الناب كده، هنجيب الستارت كده والادمنستريتف تولز، وبعدين النتورك بوليسي سيرفر. بعد كده بنبدا نقوم رايحين فاتحين الناب او النتورك اكسس بروتكشن بقى. في عندنا طبعا السيستم هيلث فاليديتور، وجواه بوليسي بتاعه هيلث باي ديفولت
موجودة. لو احنا عايزين نعمل بوليسي بتاعت هيلث، تعالوا الاول نشوف دي فيها ايه. دي بتطلب الحاجات دي بالنسبة للكلاينت اللي جايين يكونكتوا بأي سيرفيس بقى انت اخترتها، يعني سواء دي اتش سي بي او جايين اكسس او جايين يتكلموا اي بي سيك او جايين يعني يعملوا اي نوع من انواع الكونكشنز الخمسة اللي اتكلمنا فيهم، فهيطلب منهم الحاجات دي. اما لو كان الكلاينت ده اكس بي فهيطلب منه الحاجات دي. لو حبيتوا ان انتوا تعملوا رول تانية، يعني ده الهيلث السيستم هيلث فاليديتور، فممكن انتوا تروحوا تعملوا واحدة تانية من البوليسز كده، تروحوا عند البوليسز وتقوموا رايحين عند الهيلث بوليسز وتقوموا قايلين له نيو، وممكن تسموها مثلا ستار او اي حاجة، تمام. ونقوم قايلين له ان الاس اتش في هل يوز الهيلث بوليسي دي اللي هو السيستم هيلث فاليديتور طبعا اللي احنا كنا لسه فاتحينه من شوية ده. طيب كده بقى عندنا في بوليسي اهي اضفناها. وبعد كده لو عايزين نعمل الريميديشن سيرفرز جروب، فبنروح عند الريميديشن سيرفرز كده وبنقوم قايلين نيو، بندي اسم طبعا الجروب وليكن مثلا ريميديشن 1 مثلا، وبنبدا نقوم حاطين مجموعه السيرفرز اللي هي هتكون في النتورك بتاعه الريميديشن اللي هيبقى محطوط مفروض عليها الابديتس والابديت الخاص بالويندوز. يعني ممكن السيرفر اللي عليه الدبليو ساس مثلا يكون جوه الريميديشن جروب، ممكن كمان السيرفر اللي بيستقبل الابديت بتاع الاند بوينت مثلا بتاع سيمانتك اند بوينت بروتكشن يكون برضو موجود علشان يبدا يكونفيجر الابديتس للكلاينت اللي عليهم نفس السوفت وير. يعني بكده نبقى اتكلمنا عن الديزاين بتاع ال NPAS او النتورك بوليسي اكسس سيرفر. شفنا ازاي نعمل الناب قبل كده في الحلقات اللي فاتت، بس احنا اتفرجنا النهارده بس على الديزاين. شفنا الريموت اكسس سيرفر او السيرفر يعني اللي بيكون مسؤول عن الفي بي ان بيستخدم امتى، وايه هو الديزاين اللي احنا بنستخدمه، والاستراكشر لما بنيجي نبنيها بنحط الفاير وول في انهي مكان بالظبط علشان نوصل يعني لاكبر قدر من البروتكشن جوه النتورك بتاعتنا. اتمنى ان الموضوع يعني يكون ان شاء الله سهل، وزي ما قلت لكم ما تزهقوش، بس عشان هو الموضوع فيه حاجات نظر كتير قوي في التراك ده. وما تنسوناش طبعا من صالح دعائكم، ونشوفكم ان شاء الله المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.